بعدما قتلت أمهما وسجن أبوهما بتهمة قتلها في قضية أثارت الرأي العام المصري، مصير مأساوي آخر في انتظار طفلتيهما. أحمد مجدي شقيق السيدة الراحلة مريم مجدي ناشد السلطات المصرية سرعة التدخل لعودة ابنتيها للبلاد بعد أن تم وضعهما في دار للرعاية وعرضهما للتبني في سويسرا، متهماً السلطات السويسرية بعدم حماية شقيقته عندما وثقت بها وسافرت وتعرضت للغدر بعد أن حاولت العودة بهما إلى القاهرة قبل قتلها. أحمد مجدي شقيق المجني عليها قال إن عائلة مريم على استعداد حالياً للذهاب إلى سويسرا لإنقاذ الطفلتين من المصير المأساوي والذهاب لحضانة أسرة أخرى، وإن العائلة ستوكل أحد المحامين الخبراء بالقانون السويسري لإعادة الطفلتين لحياتهما الطبيعية في مصر التي عاشتا فيها 7 سنوات، لكنه يحتاج فقط من الجهات المعنية المساعدة في عودة البنتين. هذا ودفن جثمان مريم مجدي في مسقط رأسها بمحافظة الدقهلية التي اتهمت أسرتها زوجها المقيم في سويسرا بإنهاء حياتها عقب اكتشاف جثمانها على ضفاف نهر الراين بسبب الخلافات الزوجية بينهما ورغبة مريم في حضانة طفلتيها.